يعني قد يكون الإجراء اللبناني فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين عملية اختبار لمدى إمكانية تطبيق بعض جوانب صفقة القرن. طبعا الآن في حملة شديدة على الأونروا، وبعض دول أوروبية أوقفت مساعداتها بحجة وجود مشاكل إدارية أو غيرها، حاجات من هذا القبيل. طبعا إلغاء الأونروا تماما، إلغاء صفة اللاجئ تماما، لا يمكن أن ننظر إلى ما يجري في لبنان دون أخذ كل ذلك بالاعتبار. لكن أنا أظن أن الحكومة اللبنانية إن رضيت بأن تكون مختبرا لمدى جدوى مثل هذه الخطوة، فتحت على نفسها النيران. الآن الناس يتظاهرون ضد لبنان في كل أنحاء العالم تقريبا. صحيح. بسبب هذا الإجراء. إذا نجح في لبنان، هل يمكن أن يطبق في أماكن أخرى؟ ويرتبط ذلك بالمساعدات، يرتبط بالاتفاقيات، يرتبط بكثير من الأمور. أنا أعود لموضوع نقل السفارة، مع أنه قد تقول ما هو الرابط. قالت نيكي هيلي أنه عندما سئلت على موضوع نقل السفارة قالت سنرى يوم الغد، ولد سكاي فولين، هل ستسقط السماء؟ واستيقظنا وجدنا أن السماء لم تسقط. يعني قمنا بهذه الخطوة وانتهى الموضوع. لما الموضوع عندما أغلق المسجد الأقصى برضو من حوالي سنتين أو ثلاث سنوات الآن، نفس الكلام، نتنياهو انتظر ليرى ماذا سيحصل. يعني أيضا لم يكن هناك حراك كافي ليرغمه، أرغمه المقدسيون والفلسطينيون على تغيير ذلك. فأعتقد أنه من الممكن أن يكون موضوع لبنان هو الاختبار القادم. إذا سحبت صفة اللاجئ وأغلق الأونروا بلبنان، وقيل للفلسطينيين من يريد أن يذهب إلى الأرجنتين يذهب، من يريد أن يذهب إلى أمريكا يذهب وغيرها، قد يكون ونجح ذلك، لم تسقط السماء. والله بتعرف أنت، لو اللاجئين في لبنان يخيروا أن يبقوا في لبنان أو يذهبوا إلى الأرجنتين، ربما يفضلوا الأرجنتين على هذه المعيشة الضنك اللي هم عايشينها في لبنان. فهذا ويأخذون جنسيات في الأرجنتين، بعدين بيخدموا القضية الفلسطينية بطريقة أكثر أفضل ما يستطيعون في الحدود المحدودة عليه. فأعتقد هذا هو بالونات تجارب. ويعني فنرجع نعود للسبب الرئيسي، هو ما حصل للدول العربية. الشارع العربي يعني نعلم أنه مع الفلسطينيين، مع القضية الفلسطينية ومع العدالة، ولكن الدول يعني تكبح جماحهم. وقد إذا فعلا حدث هذا في لبنان وصفيت قضية اللاجئين في لبنان، الأردن أصعب جدا. هناك فرق كبير أعتقد بين لبنان والأردن بسبب التركيبة، أول تركيبة الدول العربية، وأيضا هناك نعود لهيبة الأردن ومن مثلا كصفة. الفلسطينيين في الأردن أردنيين بالضبط. والأردن لديها موضوع الوصاية على يعني هناك أسباب أخرى، هي ليست فقط أن هناك مخيمات في كما هو الموضوع في لبنان. يعني فقد يحدث ذلك. ولكن المضحك هو بدأ الدكتور بموضوع صفقة القرن، ما بقي؟ يعني إذا كل هذا حصل، ما هي هذه الصفقة التي بقيت يعني لتسمى القدس؟ هم يعني كانوا يمكن عاملينها وابتدأوا ينفذوا ويروا بلون اختبار. يعني انظر، كل شيء ممكن نعمل ما نشاء. يعني أنا قلت في الماضي لن أستغرب إذا ابتدأوا بأن يضعوا الفلسطينيين في الضفة الغربية في باصات، أو على الأقل القدس إلى الأردن. أنا شفت مقطع لتلفزيون في قناة إسرائيلية، أظن اللي هي I-24، لأنهم بيعملوا جزء عربي وجزء فرنسي. صحيح. وجزء إنجليزي، وفي معهم إعلامي سعودي من الرياض، مش عارف من الرياض ولا من جدة، نسيت. ضيف بيتكلم عبر الأقمار الصناعية، وبيتكلم عن هذا الموضوع. هو تكلم أثار موضوعين. موضوع الأول أنه الأردن لا محالة هو الوطن البديل. بالضبط. يعني الآن أنا لما بشوف أنا واحد إعلامي سعودي بيتكلم مع قناة إسرائيلية بهذا المنطق، معناته هذا يعبر عن الموقف السعودي الرسمي. يعني الموقف السعودي الرسمي اليوم يرى أنه فلسطين انتهت، وأن الفلسطينيين يمكن أن يكون وطنهم البديل هو في الأردن.
الموضوع الآخر إنه مال الهاشميين ومال الأقصى. صحيح. إحنا السعوديين عندنا مكة وعندنا المدينة، وينبغي أن يكون الحرم الثالث، الحرم الثالث تحت إشرافنا. ولو كساب العتيبي الآن مع إنه كساب العتيبي خلاص فضل الموضوع الثاني هذا. هذا مؤكد إنه في توجه عام كساب العتيبي، هذا يعبر عن توجه يعني عام داخل السعودية، لأنه في بداية صفقة القرن والإعلان عنها كان هناك تقرير مترجم يعني في إحدى الصحف الأجنبية الأمريكية، أشار تقرير لأنه ولي العهد السعودي استدعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأدخلوا وتعامل معه بطريقة سيئة ودو كسر كل البروتوكولات، وقال له أنه في اتفاقية بنودها 1-2-3، وكان أول مرة يكشف عن بنود صفقة القرن، وفي 200 مليون إحنا متعهدين بأن ندفعها لك، فهي بتوافق تأخذ الفلوس يا يعني اعتبر أنه إحنا موقفنا مش هيكون مع القضية الفلسطينية، ورفض وقتها محمود عباس. وأيضا تعامل مع الملك الأردني بنفس الطريقة المتعجرفة، وهو حاول أن يفرض يعني يطبق صفقة القرن عبر هذه الممارسات عبر المال. لكن أنا بتقدير الموضوع اللاجئين لا يمكن يعني أن يحل بها بحل بهذه الطريقة، وكمان القضية الفلسطينية كانت تحل بهذه الطريقة، لأنه هذه تعبر عن يعني عجز وضعف في فهم شكل الصراع اللي يجري، يعني الصراع العربي الإسرائيلي، لأنه لو كان حله بهذه الطريقة البسيطة لما أخذ كل هذه السنوات الطويلة من الصراع ومن محاولات فرض تسوية وتصفية. هذا بيعبر أنه في قادة في المنطقة يعني ليس لديهم رؤية ناضجة لشكل الصراع، ويعتقدون أنه يعني يستطيعون أن يحلوا هذا الصراع بهذا الشكل، لأنه مثلا الأردن ومصر ترفض هذا المشروع، يعني رغم أنه هي بدأت علاقات مبكرة مع إسرائيل، لأنها تعرف أكثر من غيرها بأنه لا يمكن أن يطبق، يعني لا يمكن يمشي. مش معقول أنك أنت تشطب اللاجئين وتسلم القدس وتضع الأردن وطن بديل، ثم تقول أنه هذا مشروع يمكن أن يسوق، هذا مشروع لا يمكن تسويقه يعني، ولا يمكن أن تقبله، لا يقبل الفلسطينيين ولا دول الجوار. في فكرة أخرى بالعودة لموضوع لبنان، للأسف الشديد أنه في رواية كاذبة استعملتها الأنظمة العربية على مدار 50 أو 60 سنة الماضية، من أنهم لا يريدون توطين الفلسطينيين للحفاظ على حق العودة، ولمنع الفلسطينيين من الذوبان في وكان للأسف هذا خاطئ، كانت هذه معتقدات بشرية هدفها تطويع الفلسطينيين وتركيعهم وتدجينهم استعدادا لهذه اللحظة التاريخية، لأنه ما يجري في لبنان هذا ليس له علاقة لا بالحفاظ على حق العودة، وليس له علاقة بالإنسانية، وليس له بحقوق الإنسان. هذا نوع من الإمتهان، هذا بده يخضع على حق العودة. وبالتالي فعلا كما كان يقول الدكتور، انا اعتقد ان تحرر الفلسطينيين من هذه الدول التي تمارس ابشع انواع انتهاكات حقوق الانسان وذهابهم الى الارجنتين ولا الى كندا ولا الى بريطانيا هو طريق نحو العوده الى فلسطين وليس العكس. انظر الى تشيلي، فلسطيني تشيلي كانوا هناك من قبل حتى 48 وما زال ارتباطهم يعبرون عن يعني صور انت من 48 والفلسطينيون يعانون الذل والهوان سواء كانوا في لبنان او كانوا في غيرها، أو حملة الوثائق المصرية اللي هي تعتبر من أسوأ الوثائق على وجه البسيطة. صحيح. حفاظا على حق العودة، والآن الجميع يريد أن ينهي حق العودة. صحيح. طبعا. يعني إيش هالمنطق؟ وتالي هذه يعني وتالي هالكذب، هذه كانت كلها يعني فلاشيهات كاذبة. وثيقة أنا تبعي وثيقة بسيطة كان مكتوب عليها يرجى من كل من يجد هذه الوثيقة أن يتعامل معها ببالغ الاهتمام، ويرجى من السلطات التي يقدم لها هذه الوثيقة أن تسمح لحامل الوثيقة بالدخول. طالب وزير الداخلية المصري يطالب دول العربية وغير العربية كل من يتعامل مع الوثيقة أن يسمح لحاملها بالدخول. هو يقصد نكده عليه. لا، ثم دكتور لا، وبعدين في فقرة ثانية في الجزء الصفحة الثانية، إلا أن هذه الوثيقة لا تخول صاحبها دخول جمهورية مصر العربية. العربية بالضبط. يعني بالضبط. شيء عجيب جدا يعني. وبالتالي هذه العقلية العربية الكاذبة اللي سوقت وتاجرت القضية الفلسطينية كشفت الآن، كشفت أن هم يريدون أن يبيعوا القدس، يريدون أن يبيعوا اللاجئين، يريدون أن يطبعوا مع إسرائيل، وكل ما كانوا يستعملوه خلال 60 سنة الماضية كانت عبارة عن كلاشيهات لها علاقة باستغلال القضية الفلسطينية ومشاريع. هل هذا منصف بس يعني أنه طول هذه السنين أن تحدث تحول يعني كنا نتكلم عن الملك فيصل، كنا نتكلم عن مثلا رؤساء وزعماء، لا طبعا في مواقف طبعا لا يعني قصدي هذا لم يكن من البداية. لا بس عفوا دكتور كامل، لبنان من متى من أكثر من كان سياق من البداية أنه ممنوع على الفلسطيني. صحيح. أكثر من 72 وظيفة. احنا نتكلم عن اللي سرده الأخ محمد أنه الآن التغير، لا بس ما فيش تغير، لبنان موجود من
الأمر مبكرا موجود في لبنان مبكرا. لبنان أوكي. في دول الخليج كان... في دول الخليج طبعا كان في داعم للقضية الفلسطينية، كان في سياق له علاقة ب يعني دعم مالي وغيره، كان عذر لكن أيضا كان لأنه المزاج الشعبي في ذلك الوقت كان مع القضية الفلسطينية، وكان من يتحدث عن فلسطين يكسب شعبية. وكان هناك بس أعتقد أيضا كان هناك فكر بأنه من الممكن أن الفلسطينيين أن يعودوا، من يعني كل ما طالت المدة. يعني مثلا تركت المسجد الأقصى، يعني كم عربي زار المسجد الأقصى ليرى هذا المكان؟ هنتكلم عن أنظمة دكتور، عن الشعوب. ما هو لما يسمعوا من قياداتهم الآن إنه هذه شغل، يعني المسجد الأقصى ليس مهما، وهم لم يروه، لم يعرفوا ما هو، لم يصلوا فيه، لم برضه هذا ايضا هذا يؤثر على الطالب. هاي الفكره لا يتقبلها الناس، يعني هذه فكره نشاز تشذ عن كل معتقدات او كل موروثنا الثقافي، اللي فكره انه الاقصى ليس مهم غير مقبوله. صحيح. وانا اظن انه هذا المغرد الذي ذكره انما امر بان ولا يعبر عن الشعب، امر بان يقول ذلك لتحقيق هدف سياسي معين. نعم هو لا يعبر هذا. انا كنت اقول عن سياق تعامل العربي مع القضيه الفلسطينيه، كنت اقصد الانظمه الرسميه وليس الشعوب. بس هو لو رجعنا للبنان، لبنان طول عمره حاله خاصه في المنطقه العربيه بسبب تركيبته الفسيفسائيه الطائفيه، وبسبب انه باستمرار كان ميدان لتدخل كل انواع القوى الاقليميه والدوليه فيه. صحيح. يعني من حروبه ومن توتراته باستمرار. لبنان لا يوجد فيه إرادة سياسية مستقلة حرة. لا يوجد دولة. الرئيس يعين من الخارج، ورئيس الوزراء يعين من الخارج، وذلك بعد سنوات من الانتخاب. يعني هي منظومة توافقات إقليمية ودولية معقدة. ولذلك وضع لبنان وضع عجيب. وطبعا سوريا كان لها نفوذ فترة طويلة عليه، يعني إلى أن انسحب السوريون منه. لكن أنا أظن أن الخطوة الأخيرة المتعلقة بعمل الفلسطينيين في وظائف غير المحرمة، صحيح، يعني هو في 70 أو أكثر من 70 وظيفة أصلاً محرمة، هذا ربما هو ليتمس تيست، ايش بسموه، يعني مجس او اختبار، يعني اختبار بدهم يختبروا. طب احنا لو عملنا هيك ايش ممكن يحصل؟ ولا استبعد اللبنانيين ولا الامريكان اللي بيختبروا. لا هم طبعا اللبنانيون ما كان يمكن ان يقدموا على ذلك الا اذا لولا بطلب. صحيح. يعني غالبا بده يكون طلب منهم السعوديون نيابه عن الامريكان، او بيكونوا طلبوا الامريكان بشكل مباشر. ولذلك التوقيف. اي نعم، هذا التوقيف يثير تساؤلات طبعا. بالضبط، لانه الان ويمكن جيد كوشنر له علاقه بالامر، يعني جاي يشوف. هو لما الواحد يفكر انه لو اراد يعني الامريكان اداره ترامب كوشنر هوفر، اذا ارادوا تصفيه القضيه الفلسطينيه وانهائها، لانه يعني هو ترامب يتعامل بمفهوم انه خلاص احنا نتحرك، يعني نسوي نحق الحقائق على الارض وخلاص نمشي وياها. فاهم يعني لو اردنا ان نفصل القضيه، فمن احد اهم فصولها هي اللاجئين. اكيد. وانا اعتقد انه ما جرى في لبنان، صحيح السياق اللبناني يختلف عن سواه من الدول، ولكن مرشح فعلا أنه في حال نجح يكون وفي حال استمر وفي حال قنن، أنه ممكن إذن أنه هو مش أحد بنود. هو العائق الوحيد أن تطبيق صفقة القرن اليوم هو قضية اللاجئين، لأنه القدس انتهت يعني بقرار أمريكي، لكن اليوم اللاجئين الذين الموجودين في هذه الدول هم العائق الرئيسي أمام تطبيق صفقة القرن. من جهة أخرى يعني بتقدير على فكرة هي الآن ذكرتني بحاجة محمد، وربما تكون هذه خطوة لإنهاء الأونروا بشكل رسمي. صحيح. بالضبط. يعني لأنه إذا أنت إذا ما عادش في لاجئين، ما عادش في داعي للأونروا. وجيسون غرينبلات يعني غرد بعد الخبر اللي صدر أمس، ما كان انتقاده للأونروا ولإدارتها، وهذه المؤسسة التي يعني لم تخدم اللاجئين بل بالعكس، وكذا يعني هي ما لها علاقة. إذا في مشاكل إدارية لا، والأونروا ما لهاش أي نشاط سياسي، يعني لماذا أكبر رأس في الولايات المتحدة الذي يتحدث عن الأونروا إلا أنه في مشروع مشبوه له علاقة بإنهاء قضية اللاجئين، وبالتالي تصفية الأونروا وعدم إبقاء أي أثر ل وهذا مطلب إسرائيلي في الدرجة. أكيد مطلب نتنياهو. بالضبط. ما هو لهذا السبب كلهم بيتكلموا عن نعود صفقة القرن من صفقة ترامب، هاي صفقة نتنياهو.
نتنياهو هو من صاغ كل بند فيها، وهو أيضا ينظر ليرى كم سيتماشى معه ترامب أصلا. يعني وجد أنه نقل السفارة، أوكي إيش ممكن كمان؟ ممكن نحصل على الجولان، تفضل خذ الجولان. اللاجئين والله إحنا نخلص من أنروا. واليوم على نتنياهو بيعمل المستوطنات باقية بعد الجهر، يعني ما بقي زمان. يعني لو طلع على ترامب مصباح على ولا الدين ولا حد دولتين ولا مش عارف، لو طلع على ترامب مصباح على الدين كان ما كانش حقق له كل ما حققه لسوري لنتنياهو. هذا ذكرني بالشروط، ما كان يسمى بشروط الرباعية كورتات. هي بالأساس مسكوه أولمرت هو اللي وضعها، صحيح لما كان رئيس وزراء، وصارت تبعت بلير ولا وأصبحت مجتمع دولي. صحيح. يعني أصبحت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الآن بيحكي فيها، إلا أنا كنت في الاتحاد الأوروبي قبل كم أسبوع وبيحكوا في شروط الكورتات بالضبط. مين بقي من الكورتات؟ بس هو كوشنر، لو يعني أنا استوقفني مشهد لما أطلق الصفقة. صحيح شخص هو صهيوني وعنده ميول صهيوني، لكن يعني نعتقد ان المحرك الرئيسي له هو البزنس، هو الفلوس. صح. طريقه العمل فيها البرزنتيشن، توزيع الفلوس ومن وين تيجي الماني، وانت ادفع 90 وانت ادفع 10 او تاجر عقارات. كان هذا تاجر عقارات. ذكرني بالحفلات جمع التبرعات الخيريه اللي احنا احيانا نسويها، نجيب لنا واحد هذا وننطي كوفيه فلسطينيه نقول ها وتعال سوي اوكشن ها ومزايده وما ادري شنو. هو بده يعمل بزنس، فهو البرزنتيشن اللي عمله كيف كانوا جالسين وبيعرض قديش بتدفع وقديش بتربح وقديش بدنا نفتح، كل قصته ما لهش علاقه بفلسطين. هو بده يعمل مشروع بزنس وشايف انه في عنده اموال مكدسه ما زالت موجوده عند الخليجيين، فبده يجيبها ويعمل مشروع. بس برضه لو كان تغيير موضوع الصراع من انه صراع على حقوق الى موضوع اقتصادي، انت تحسن حياه الفلسطينيين اينما كانوا وسيقبلون، يعني مش بس هيك سيتحقق السلام. يعني ترامب قال عندما نقل السفاره، انا اعتقد ان هذا سيساعد في عمليه السلام في تحقيق. طب كيف يعني؟ اشرح لنا. كوشنر اخذ هذا بروجكت، مع انه كان بامكانه مثلا ترامب ان يقول انا اعترف بالقدس الغربيه عاصمه لاسرائيل والشرقيه عاصمه لفلسطين، واعطيكم سنه لتاتوا باتفاق ارضى عنه. يعني تخيل لو عمل هذا كيف تغير ديناميكيه الصراع. لا بس هو كان ينفذ اجنده نتنياهو. بالضبط، هذا ما نعود له. وهذا الفرق بينه وبين ترامب، بين اوباما. نعم. الفرق بين ترامب وبين اوباما، يعني اوباما كان يحاول ان يحافظ على خطاب امريكي ملتزم بما يسمى بالشرعيه الدوليه، ونتنياهو رفض يتعامل معه. صحيح. وعلاقتهم كانت متوترة طوال فترة حكم أوباما. أتى وتحدث في الكونغرس بدون أن يذهب. بينما ترامب سبب أساسي في نجاحه في الانتخابات، أو عامل من العوامل اللي احنا أشرنا إلى مجموعة من العوامل، هو استجابته لمطالب الصهاينة. وهذا مطلب أساسي من مطالب نتنياهو. صحيح. إضفاء مشروعية على وضع قائم الصهاينة أوجدوه وصنعوه من خلال عملية السلام. نعم. يعني هم طولهم كانوا يتفاوضوا مع الفلسطينيين، كانوا يصنعوا على الأرض واقع، جاء ترامب فيما بعد وأضفى عليه مشروعية. صحيح. سواء ما يتعلق بالمستوطنات ومصادرة الأراضي وضم القدس فهي ما حدث في الآخر هو مجرد إجراءات يعني سيمبوليك، يعني رمزية، ده طبيعة رمزية ليس لها فحوى حقيقي، ليقول للعالم إن كل ما تم خلال سنوات التفاوض من عدوان على الفلسطينيين مشروع وسيبقى. وليس فقط ذلك، بل لم تنجح في لم كل السياسة السابقة لم تنجح بتحقيق السلام. هذا ما يقوله كوشنر وغرينبلات وفريدمان. يعني هذا الكلام السابق عن القانون الدولي، حتى غرينبلات اللي قبل أسبوع قال ما القانون الدولي لن يبنى، أو صفقة القرن إذا رجع عدنا لها لن تبنى على حل الدولتين، لن تبنى على قرارات المجلس الأمن لأنها غامضة، وأنا لا أعترف بأن هناك احتلال، هناك مناطق متنازع عليها. فيعني فالنقطة نعود لأن هذا كله أتى من مكتب نتنياهو. أيه موضوع كله من أساسه. وللأسف يعني وافق هذا الإصرار على إمضاء مشروع وأجندة جاء في زمن وفي مرحلة الأنظمة العربية، الأنظمة المعنية بالموضوع بشكل مباشر،
في غاية من الضعف، في غاية من الهزال، في غاية من التخبط، في غاية من العبثية، ما في أي مشروع آخر. ولذلك يعني من السهل جدا أنك أنت تمشي الفكرة صحيح. مالتك يعني بس طالما دكتور لا يوجد طرف فلسطيني شريك فلسطيني يعطي مشروعية لهذه الخطة لن يقدر لها النجاح. ولذلك هو ورشة البحرين فشلت يعني حكم عليها بالفشل. ولكن إذا قرأت ما يقوله غرينلاند وكوشنر طبعا أنجح. هذه مصلحة وهذه مصلحتهم داخليا أيضا لا يستطيعون أن يعترفوا بأن لكن يعني. أنا التقيت بوزيرة الخارجية السويدية بعدها بأيام يعني وقالت أنا جئت من البحرين، فقلنا لها طيب أعطينا فكرة ما الذي حصل. يعني قالت كان حاجة فاضحة وفشل ذريع وأمر، وهي قالت it was very embarrassing، كان أمر مخجل وأمر محرج. وقالت يعني هو واقف في وسطهم كالأستاذ وهم جالسون كالتلاميذ، وهذول دهاق الأوروبيين بالذات وكانت خبرة السياسة والخبرة. وهذه وزيرة الخارجية السويدية تقول أنا من حوالي 25 سنة رحت إلى غزة وما أدري شو تفاوضت وقعدت ياسر عرفات وجاي هسه هذا الوليد جاي حاضر بيهم ويقنعهم انه هي كذا مليار. وبعدين كمان نقطه اخرى عن بالذات غرينبلات وفريدمان الذين يتكلمون عن ان القانون الدولي غير ليس مهم، هم محامون بالضبط. يعني تخيل تخيل محامون لما المحامي هو اللي يقعد يقول لك لا هذا ما لقينا. ولكن عندما ياتي لدول اخرى ومصالح اخرى القانون الدولي هام. شوف المحامون نوعين. ايوه في محامي بيدافع عن البريء او عن المتهم البريء ليثبت لي، وفي محامي يريد ان يبرئ المجرم. بالضبط. يعني المحامي هذا مش يمكن فهدولا يمكن هذا النوع من ولكن المحامي. لا ولكن اعتقد انهم لا يقولون ان القانون نضعه الى جنب. هم يستعملون حقهم وذكائهم ليستغلوا القانون في فرق. هذا يقول لك لا القانون ليس له اي علاقه بهذا الموضوع. ما له علاقه هو التوراة عشان نكون واضحين. يعني هذا هو انا ضمن مقال كتبته اقول ان الان ما يتكلمون، انا اذكرهم بان الانجيل الحالي الكتاب السماوي الحالي هو القانون الدولي. انسى الموضوع انت تتكلم لي عن لانه في الواقع اذا كل احتكم لدينه لان يقول هذا يقنع الناس بان ما يقوم به ان كان ضد القانون الدولي مشرعا، كيف تقول أن الحق لليهود أن يعودوا إلى فلسطين يعودوا بعد 2000 سنة ولكن الفلسطينيين لا يستطيعون العودة بعد 60 يعني أو 70 سنة؟ يعني ليس هناك أي أيوة هم بينطلقوا من فكرة أن هناك وعد سماوي بالضبط للعبرانيين بالضبط بأن هذه الأرض منحت لهم، وهم يريدون أن يبرروا الاعتداء والسرقة وكل الجرائم التي ترتكب بحجة أن هذا الكتاب المقدس ذكرها. وأنا أعتقد أن الكتاب المقدس أو التوراة في أصلها هي كالقرآن. القرآن يتكلم عن أن بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين. فضلهم على العالمين عندما كانوا ملتزمين بميثاقه. فلما خانوا العهد سقطت عنهم الخيرية. ولذلك نحن هددنا بأننا إذا We'll be right back.